السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، النهاردة هندرس مع بعض درس جديد من دروس الأدب العربي. اتعرفنا المرة اللي فاتت على العصر الجاهلي، وعرفنا الشعر في العصر الجاهلي وسماته والمقصود بالمعلقات. النهاردة هندرس مع بعض النثر. أولا نعرف المقصود بالنثر. النثر هو كل ما يعبر به الأديب عما يدور في نفسه وقلبه ولا يتقيد بوزن أو قافية. ما فنون النثر في العصر الجاهلي؟ فنون النثر يا أولاد هي أنواع النثر أو ألوان النثر: الخطابة، الحكمة، الوصايا، والأمثال. نعرف مع بعض خصائص النثر في العصر الجاهلي: الدقة والإيجاز، 2 جمال الصياغة، 3 دقة الألفاظ، 4 وضوح المعاني، 5 سلامة الفكر، 6 قلة الصور الخيالية، 7 شيوع المحسنات البديعية. نتعرف مع بعض مع أول فن من فنون النثر وهي الخطب. عرف الخطب وما أهدافها. يعني إيه كلمة خطب؟ هي فن مخاطبة الجماهير وجذب انتباههم وتحريك مشاعرهم. ما ننساش إن الخطيب عشان يقول الخطبة بتاعته لازم هيكون أمام الناس، عشان كده بنقول إن الخطب هي فن مخاطبة الجماهير. أهدافها: الإقناع، الإمتاع، الاستمالة، بيقنع الناس اللي قدامه بالموضوع بتاعه وبهدفه، بيمتعهم ويستملهم، يستميل مشاعرهم وفكرهم. ما الذي تقتضيه الخطبة من الخطيب؟ تقتضي تنوع الأسلوب وجودة الإلقاء وتحسين الصوت واستخدام الإشارة. تنوع الأسلوب يا أولاد بين الخبري والإنشائي، يعني هيبقى فيه عندي أسلوب خبري وأسلوب إنشائي. وجودة إلقاء، إمتى يعلي الصوت، إمتى يوطيه، إمتى يعطي أسلوب استفهام، إمتى يتعجب، دي الجودة بتاعت الإلقاء. تحسين الصوت اللي هو بالعالي اللي يفزع الناس، ولا المنخفض اللي يجعل الجماهير يناموا. واستخدام الإشارة، علل. تعتبر الخطبة من أقدم فنون النثر. للخطبة اعتبرت من أقدم فنون النثر لأنها تعتمد على المشافهة. احنا عرفنا أو نعرف إن العصر الجاهلي ما كانش فيه تدوين، ما كانش فيه كتابة، ما كانوش بيكتبوا، عشان كده الخطبة اعتمدت على المشافهة. أذكر السمات الفنية للخطبة: جودة الصياغة ووضوح المعاني، كسر الجمل والفقرات، شدة الإقناع والتأثير، السهولة ووضوح الفكرة، جمال التعبير وسلامة اللفظ، التنوع في الأسلوب بين الخبري والإنشائي. مما تتكون الخطبة؟ أركان الخطبة: مقدمة، موضوع، خاتمة. مقدمة فيها تمهيد للموضوع، ثم الموضوع، ثم الخاتمة، وفيها يكون إسناد للموضوع واختصار وإيجاز له. نعرف الفن الآخر، فن الوصايا. ما المقصود بالوصية ولمن توجه؟ الوصية هي قول حكيم صادر عن مجرب خبير. قول
حكيم صادر عن مجرب خبير، يعني إنسان ذو خبرة ذو تجربة، يوجه إلى من يحب لينتفع به. مما تتكون الوصية؟ نلاحظ إن في تشابه بين الوصية في التكوين بتاعها وبين الخطبة. فالوصية تتكون من المقدمة فيها تمهيد وتهيئة لقبولها، الموضوع عرض للفكر بوضوح وإقناع هادئ، الخاتمة فيها إجمال موجز لهدف الوصية. حدد خصائص أسلوب الوصية. 1- سهولة الألفاظ ووضوحها. 2- قوة العبارة. 3- صدق العاطفة وقوة الإقناع والتأثير. 4- ترابط الفكر وتسلسلها. 5- جمال الصور والخيال. 7- وضوح المعاني وتكرار بعضها باستخدام المترادفات. آخر حاجة استخدام المحسنات البديعية. الحكم. الحكم تعبر عن خلاصة تجربة أو موقف تعلمه الإنسان في حياته. تجربة خاضها، موقف عاشه، فاتعلم الإنسان منها شيء، درس معين، فبالتالي الحكم بتعبر عن تلك التجربة أو الموقف. سماتها الإيجاز وجمال الصياغة. هدفها توجيه سلوك الإنسان للخير. الأمثال. الأمثال هي أقوال موجزة في موقف ما، وذاعت وانتشرت على مر العصور، ولها مورد ومضرب. المقصود بالمورد والمضرب؟ المورد يا أولاد هي الحادثة التي قيلت فيها المثل لأول مرة، أما المضرب هي حادثة مشابهة لذلك الموقف القديم أو تلك الحادثة القديمة، فبيضرب فيها نفس المثل. سمات أسلوبها: الإيجاز، سلامة الفكرة، جمال الصياغة، ووضوح المعنى. وبكده حبايبي نكون خلصنا النثر في العصر الجاهلي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.